سيدي باختصار شديد، أول حاجة نشكر ربي سبحانه وتعالى، الحمد لله فضل ربي ولك الحمد والشكر، لعملت لدو عربي لا سوري لا سحر، قسما بربي 5 سنين ديبريسيون أغريسيف صارت لي أنا، ظروف خاصة لا فايدة في ذكرها، 5 سنين ما خرجش من الدار، إيه نعم، من 17 22 عيد يمشي عيد يجي رمضان يمشي ورمضان يجي وراس عام وأنا في بيت، قسما بربي علاش؟ الله قال بربي سبحانه وتعالى ابتلاني ثم امتحني ثم فهمت اشفاني ربي سبحانه. فما واحد زميلي انا خرجت قبل تقاعد بعامين كنت لاباس عليا تحت دبرمت كنت نزل قريب 80 كيلو بصحتي ولاباس. شنو اللي صار لك؟ صار لي امور رجعت على روحي، رجعت على روحي عندي صارت لي مشاكل فهمت في حياتي خاصه فهمت مشاكل مع الخدمه مشاكل اموري الخاصه صارت اموري الخاصه صارت مشاكل رجعت على روحي نقمت على حياتي اي نعم نقمت على حياتي ولا فايده بزيد من اكثر اكثر بربي. واحد يكون عنده مشاكل يرجع على روحه وينقم انا صارت لي عاد نحلف لك بربي قسما بربي هاو اللي يعرفوني يسكنوا في البلاد فهمت وين نسكن انا فهمت هاو نزيد نقرب لك ولايه بنزرت صارت لي ديبريسيون اغريسيف رجع حبيت ان سامحني يا ربي لك الحمد والشكر انا حبيت الموت ربي خلي ليه ما تموتش عمرك مازال طويل وربي انا عندي برسك دوزون ملي خرجت للدنيا وعملت نعاودها عملت لا سحر لا دواء عربي لا سوري. وفما واحد نشكره الله يرحم والديه يبارك له من اعز الناس هو زميلي في الخدمه لتو يبارك له ويرحم والديه ولا يخلي به مس ها لا زميلي زميلي عاوني عاوني الويه فما ربي الويه عاوني من اللي تحبوا انت به هذا بالنسبه ناحيه الموري خاصه فضل ربي ارتحت ولا باس به. اثنين فما موضوع هام مهم جدا انا نحب فهمت ان نوصلوا معناها السيد الرئيس باش يجي جديد فهمت من البلاد ومن المواطن هذه حاجه الاولى. اثنين المعيشه نتاع المواطن بصفه عامه راهي غاليه برشا السيد الرئيس جديد وان شاء الله هذاك هو اللي ناوي عليه انا فهمت الناس كل ان شاء الله توانسه الكل ان شاء الله هذاك هو كذا ما نسميش نسمي ولا ما نسميش ما نسميش لكن هو ان شاء الله ربي يجيبها في الصواب الاغلبيه التوانسه معناها مساندينه باه لا عاد لا عليك يرخصنا في المعيشة. فما حاجة أخرى امبورتون هي معناها يا خويا المتقاعدين سيد الرئيس قلت لي أنا بالمتقاعدين أنا متقاعد تو صحيح لكن فما امتيازات نحت كومبليتمون مش كيما كنت نخدم راه مانيش نحسد باللي يخدموا ربي يزيدهم وربي اللهم لا حسد لكن انت مكسبوا جيراي نتاعو هكا هو نحو تحب نسمي لك الامتيازات نسمي لك الامتيازات اللي كانوا معناها يزيدنا في شوية معناها في شهرية رانا كيف كيف رانا كيما المواطنين بصفة عامة اللي يخدموا ما يخدموش كيما نحن متقاعدين يزيدنا شويه عليه ولا منحه يعمل لنا علاش ليه؟ انت متقاعد سيدي انت متقاعد ظروفك تو في الوقت الحالي كيف ظروف يا خويا بصراحه تمام نحكي الواقع ربي ما يشبه باش نكذب عليه من امور اجتماعيه عندي بنتي تقرا في الساحل على الاقل يحب لها معناها من الباب الواطي من 300 وانت طالع تقرا في الجامعه ربي نجحها وكذا عندي ولدي مريض نعاني فيه انا فهمت عندي شويه ديون مانيش خالف بصراحه لكن فما ربي موجود اللي معناه واحد مش قاعد للشر وربي ولاد الحلال مش نكذب عليك ما تخليش لا عائلة لا اخوه لا حد شيء علاش خاطر ولدي انا نكلم كريمون صحيح عندي خويا عاوني ما نقولكش ليه رحم ولدي الكبير كبير ربي مش لازم نسميه لكن الفتره الاخرى دار علي الله اعلم الله اعلم ما عملت معاه شيء هو راه عاوني فما ربي راه ويبعث لي فما تنش يلزم وكذا ولكن الدرنير مو برسك فما عام ولا غالب تجي تقول مرتو زوج شنو صار فهمت كذا دار علي بو مش دار علي دار علي معناه نقول نحن تخلى علي لكن هو الله يرحم والدي عاوني خويا اخواتي الاخرين ربي معاهم ما نقولش حاجه اخرى ما رب فما شكون عاونتي بالفلوس انا تحب نقول لك اي نعم فما شكون عاونتي من اخواتي بالفلوس اي نعم قسما بدين الله عاونت وكي طاحت بيا الايام نكرني وما نسميش ولا هو يعرف روحه شو يقولوا الخوس انا لا سامحني بابا الغالي لا سامحني فما زوز حاجات يقولوا وكان الخو ينفى خوه يبكي على حد ابوه وفما مثال اخر شعبي يقول لك فما كيفاش لا اله الا الله محمد رسول الله كيفاش خوك اللي غرق صاحبك يبا هما زوز مختلفين تسمع فيا امس مختلفين انا عشتهم الزوز اه نعم عشتهم الزوز الخو ينفع كان جا الخو ينفع خوه ما يبكي حد على ابوه تسمع فيا هذا المثال الاول ويقول لك خوك لا ينفع لا يغرك صاحبه انا عشت من الاثنين تخليش لا اقول ربي سبحانه وذراعك ولاد الحليب ولاد الحليب تحكي لي على العائله انا 5 سنين السيد اللي سميته مصطفى العياري يرحم والديه يبارك له حتى ما تزاو خلصه لي يعاون في بنت يعاون في فيا الويه نتكلم مازال الخير في الدنيا مازال ونص ولاد الحليل وبنات الحليل ما تنحوش من الدنيا رد بالك اما حسبي الله ونعم الوكيل ما يريش بالمعروف خاصه الاخوه اي نعم مي انا وصلت راني نطلب اي نعاود تونس كامل اخويا وصلت نطلب اي نعم مي ستار اي نعم
عندي شكون عاودته بالملايين هو يعرف يبان كي تحت بيا ما لقيتوش اليوم وانا هذا فهمت لا فايدة باش نذكي لك على الاخوه انا عاونته فما اخواتي عندي اختي طفله وكذا وعاونته في المرياج نتاعها فما ربي وانا كي تحت بيا ما رونيش اما نقولها ونعاودها حسب الله ونعمل وكيل فما ربي في الدنيا وطونسيون فما ولاد الحلال وبنات الحلال في الدنيا راه موجوده ما يتحوش اي نعم موجود ولا الله الله محمد صلى الله فهمت يحسننا شويه السيد الرئيس جديد ان شاء الله ربي يوصله بسالم لا فايده باش نذكر الاسم فهمت خاطر ما هو كلمه والواقع فما هما ثلاثه مترشحين فما واحد ربي يزيده وزن ثقيل اي نعم شنو هو؟ استاذ قيس سعيد كنت قلت له اي نعم راني مش انا سامحني سيد الرئيس اي ليك انت سيد انا راني مش نبندر ونقف لا فيريتي انت اش عملت اش خدمت؟ سمع عملت انجازات فما ربي موندر دي شوز الامن نتاع البلاد ارجع شد عندك التفسير منه ومنه انقص اثنين انت خوي فما حاجات اللي من 2011 وانت جاي مش بدوش عليه يتضربوا كان على البلايص والمناصب ونحن وانت والكتله ما نعرفش تسمع فيا لحظه برك فما حاجات حايرهم سيد الرئيس اي نعم قيس سعيد فولات منزل بورقيبه معمل السكر السكه الحديديه فهمت الشركه النقل السكه الحديديه حايرها وبرشا حاجات وكلي متاع وكلي يهز ويمشي ما يرجع والقروض هذا قروض 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 اخوي بصراحه سيد الرئيس سيد قيس سعيد ان شاء الله تربح واحتراماتي للزوز اشخاص الاخرين به اما نتكلموا لافيريتي الوزن في البلاد شكون عنده وزن اكثر شكون عنده هو غير الاستاذ قيس سعيد بارك الله فيك فهمت وتحيا تونس ويحيي الشعب التونسي وربي ان شاء الله ديما ساتر تونس والسلام